احنا حاليا بدنا نتمرن على اللايف التاسع وبقينا بس 7. في حزن بداخلنا لان واحد من عندنا راح يغادرنا وراح نصير بس 6. بنحاول نتطور وكلنا بنقدم فيديوهات احسن من الاول. انا راضي عن المرحله اللي وصلت لها، لو خرجت مش هكون زعلان، بس في نفس الوقت بطمح ان انا اوصل للنهايه. المعنويات بالنسبه لي حديد، ما قد ماشي حلو ورضيانه عنه وواثقه منه كثير. تحدي هذا الأسبوع عن الصحة النفسية، تعلمت أشياء جديدة عن الموضوع من وراء الريسيرتش اللي عملناه، خصوصاً نظرتنا معظم الأحيان للناس اللي بيكون عندهم مشاكل في الصحة العقلية، نظرتنا لهم على أساس هم مجانين، هي نظرة جداً خاطئة. أول شيء استفدت أنه عرفت الفرق بين مرض الشيزوفرينيا، انفصام الشخصية، ومرض تعدد الشخصية. السينما العربية والعالمية دائماً تمزج بين هذول المرضين، فمن خلال الريسيرتش عرفت أنه كل وحدة حالة مختلفة. دخلت في أشياء يعني صرت أعرف عن الصحة العقلية، ما كنت أعرف أنه الأشياء مثلاً الزهايمر أو الانفصام الشخصي أنها تعتمد على الصحة العقلية، ففي الموضوع هذا خلاني أتعمق فيه أكثر وأشوف وش هي الصحة العقلية. اخترت الخوف زيادة عن اللزوم اللي بيقلب لذعر فبيضر صاحبه، ومثلت ده في كاركتر الأمهات مع أولادها. الرسالة اللي حبيت نوصلها من الفيديو تاعي هي أنه في أغلب الأحيان الناس ينساوا نفسهم في العمل، الضغط هذاك اللي تلاقيه يتراكم مع الوقت يأثر عليهم بلا ما يحسوا. مشي لازم يسافر بعيد باش يواسي، ممكن يبدل الجو برك في مدينة قدامه، حاجة ما تكونش مكلفة لكن الأثر عليها يكون نفسيا بزاف كبير. الأهمية بموضوع هالتحدي أنه كل حدا بفئته تناولنا قصص مهمة ممكن توصل رسالة لكثير من الأشخاص، مثلاً عن القلق أو الاكتئاب أو الستريس كتير، فإن شاء الله اليوم تكون الفيديوهات فيها رسالة توصل لهالعالم ويكون فيها وعي. صرنا نعرف لجنة الحكم على شو بتنتقدنا بالضبط، فأنا عملت الفيديو موجه 100% للعالم اللي عم تعاني من مشكلة الأحباط، لأنه هذا أمر عقلي، ومتوقع الانتقاد اللي راح يوجه لي وائل، واللي هو ليش بس عملت عن موضوع البنش بريس، ومجهز جوابي انه حكيت عن موضوع واحد لانه دائما بكل فيديو لازم اعلم شغله واحده وحركه واحده. التعليقات اللي سمعتها اخر كم مره من اللجنه كانت انه انت ما عملت ريفيو او مراجعه للفيلم، فاختاريت فيلم يكون يصيب الموضوع بشكل صحيح، اعمل له ريفيو بشكل بدون ما أحرق أي أحداث وأوصل فكرتي عن الفيلم، وبنفس الوقت أقدر أدخل بأجواء الفيلم. فحسيت أنه بهذا الفيديو أنا أصبت الثلاث أمور اللي اللجنة دائماً تلفت النظر عليها. فأنا بالنسبة لي عم ركز على الكونتنت مثل ما عودتهم مثل العادة، أنا بحبوا كتير فيديوهاتي، فعم ركز على الجماليات كمان، وعلى هيك تنسيق الأفكار، يعني طريقة تنفهم أنه حيلا حدا يفهمها. كل حدا من المشتركين صرنا بنعرف شخصيته، صرنا نعرف مشواره من اول حلقه قد ايه تطور شو عمل، انه من اول فريم بقول مثلا هيدي نور، لا هيدا عبد الرحمن، يعني صرت في منهم عن جد هيك صرت تعرفهم دغري. بقول لها لفايا انه بهالفيديو ما لازم تقولي لي انه في مباشره، لانه باول مقطع انا متقصده انه ما حدا يفهم شيء، بالمقطع الثاني ببلش يتوضح كل شيء. لنشوف جنان اذا مقدمه رسائل مباشره او لا. أكيد بما أنه صرنا بنص الطريق صار في هوية لكل مشترك، يعني أي شخص بيكون عم بحضر الفيديو اللي هو مقدمه بحس أنه بلشنا نعرف هيدا مين. نور بحب الفيديو، هيك بتحس شمس وهواء وهيك وفرح وأمل بالفيديو، وأشياء طيبة، وقت في آيس كريم وقت في حاجات كده حلوة. سمر من الأشخاص اللي كتير بنطر شو رح يعملوا شو رح يقدموا، لأنه بعرف دغري الفيديو قد ايه بيكون صحي، في سعادة وفي هيك كمان أمل. جنان من الموسيقى،
من الموسيقى بعرف انه شاعر. راشد بتميز بالموسيقى بتاعته، نور الدين بتميز بالكونسيستنسي، محمود بيتميز ب سكريبت، عبد الرحمن بيتميز برضو زي نور بالكونسيستنسي. اكتر حد شاطر بالاخراج نور ابراهيم. اكتر حاجه لفتت نظري في نور ابراهيم الكادرات بتاعتها والعده كمان اللي بتستخدمها مساعداها، يعني لو اي حد مسك العده دي صور بيها يطلع صور كويس. ما في الى الان احد اخراجه حلو. اكثر واحد ممتاز في الاخراج انا لانه اخراجي كثير حلو. اشطر حدا بالاخراج نور وراشد. وانا لانه الفيديوهات تاعي تتكلموا عن اخراجي. نور لان كادراتها حلوه وتختار زوايا فيكه. يعني أشطر واحد فينا بالإخراج ونور الدين. من وجهة نظري أنا من أحسن المحتويات بس للأسف ما بتوصلش للجنة. أكثر أحد شاطر بالمحتوى اللي يقدمه أنا لأن المشاهد اللي يقدمها صامتة، هي اللي تتكلم عن نفسها. أشطر حدا بالمحتوى هو أنا لأنه كل مرة بيكون المحتوى تبعي مؤثر فبخاطب القلوب والمشاعر. أشطر واحد بالمحتوى راشد. أشطر واحد بالمحتوى ربما سمر. أشطر حدا بالمحتوى بعتبر أنه أنا لأنه يعني الشيء اللي عم قدمه هو أشياء دراسات يعني فبعتقد هيك. أشطر واحد بالمحتوى أشوف آني أشطر واحد بالمحتوى. أكثر أحد بيحب النوم نور الدين. نور الدين أكثر حدا بيتأخر ليوعى. أكثر واحد بيحب النوم نور الدين بدون منازع. أكثر واحد يحب النوم هو نور الدين لأنه كل يوم متأخر. أكثر واحد يحب النوم هو نور الدين أمين عن فئة السينما والأفلام. أنا هسه صرت ملك النوم. ما أعرف النوم سلطان فأحب أخذ وقتي بالنوم وبس مع الأسف ما دا أشوف أي نوم صار لي شهرين. أكثر حد بيحب الأكل عبد الرحمن علشان عايز يحافظ على صحته فهرينا أكل طول الوقت. أكثر أحد بيحب الأكل عبد الرحمن. ما حدا بحسه بحب الأكل. أكثر واحد بيحب الأكل نور إبراهيمي. بتضل عم تاكل وعم بتنق إذا شيء ما عجبها. أكثر واحد يحب الأكل هو أنا. أكثر واحد يحب الأكل هو نور الدين أمين عن فئة السينما والأفلام. أكثر حدا بحب الأكل هو أنا. أكثر حد بينق هم ثلاثة ورا بعض جنان وبعد كده جنان وفي الآخر جنان. أكثر حدا بينق هو أكيد راشد. ما معقول شو نقى أصلاً، هو من كتر ما بينق بيقول إنه أنا نقى. أكثر أحد ينق وإزعاج ومزعج جنان. معلش أنا مزعجة خليني نزعجه. أكثر حدا بينق؟ سهلة هاي نور إبراهيمي بتنق لما يكون الأكل فيه رز. أكثر واحد ينق وبدون منازع هي جنان. أكثر واحد ينق جنان وأكيد. ما أدري 24 ساعة ما عاجبها الوضع ودائما تتشكى وتنق وما أعرف ليش. تحت الضغط كلنا منا. عبد الرحمن أكثر حد بيتعصب بسرعة أظنه عبد الرحمن. أكثر حدا بيعصب بسرعة أنا أو نور إبراهيمي. عبد الرحمن. كل حدا نقولوها تعصبه. أكثر حدا يعصب بسرعة نور إبراهيم. أنا أكثر حدا رايقة. ليش ما في هيك سؤال؟ نور الدين بعتقد بيعصب بسرعة. نور أحسها رأساً تزعل بسرعة وتعصب وتأخذ على نفسها. بعتقد أنا. أكثر واحد رح أزعل عليه إذا يفل هو راشد لأن رح تفترق مالتنا العصابة ورح يكون مكانه خالي. أكثر أحد رح أزعل إذا فل اليوم محمود طبعاً لأن أنا وياه من بداية البرنامج شهرين وشيء وهو معي في الغرفة. راشد لأن هو بقالنا شهرين مع بعض في الغرفة فبقى زي أخويا الكبير يعني إحنا الاثنين بقينا واحد. أكثر حدا بزعل عليه إذا فل اليوم سمر لأنه كثير رفيقتي وبحبها. جنان أنا بحس تنظرني. أكثر حدا رح أزعل إذا فل اليوم نور إبراهيمي. أكثر واحد رح نزعل إلى فل اليوم هو عبد الرحمن. أكثر مشترك بيمزح أنا. أكثر مشترك بيمزح محمود. أكثر مشترك بيمزح هو عبد الرحمن. أكثر مشترك بيمزح نور الدين. أكثر مشترك يمزح ويعجبني المستاه هو نور الدين أمين. محمود أكيد. هو طبعاً أنا لأني لو مش أنا يبقى عيب في حقي أوي أوي. أكثر مشترك بيعمل جو هو أنا أكيد. لو لاي بده يضلوا قاعدين بهدوء وهيك صمت سكون تام بينما أنا بعمل لهم جو بخليهم ينصرعوا شوي. أكثر مشترك بيعمل جو نور الدين.
أكثر مشترك يعمل جو هو راشد. 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 أكثر مشترك بيعمل جو راشد. علشان أنجمه بحاول أشكر فيه على قد ما أقدر عشان أخليه نجم قدام الناس. أنا لأنه أنا من وراء الشاشة أحب أسوي جو، من وراء إذا صرت في الشاشة ما أعرف أتكلم. هذا الأسبوع خلاص ما عاد شيء ما بعرف، يعني تعبان نفسيا وعقليا وجسديا، وحاسس حاسس حالي ممكن روح اليوم عن جد. أول مرة بحس إنه مو راح أنزل على الدينجر زون، حاسس إني راح روح على البيت. بس مو زعلان، والله مو زعلان، لاني انبسطت كثير بالبرنامج. انا هلا طالع على المسرح ثاني واحد، وطالع بنفسيه تعبانه شوي لانه بعتقد ممكن ما يعجبهم الفيديو ويعلقوا عليه، وما عندي الطاقه اني جاوب عليهم واقول لهم ليش عملت الفيديو الطريقه اللي عملته فيها. فالله يستر. وهلا مع عبد الرحمن الحريري من سوريا عن فئه الرياضه، بنشوف اذا رح يقدر يسترجع ثقه لجنه الحكم. بدايه مع فايا، شو رايك بموضوع الفيديو؟ حبيت، يعني توقعت شوف انه عم يحكي على الدبريشن والستريس، لانه عن جد الرياضه كثير بتساعد بهالقصص. وحبيت انه هالمره بالفيديو حاكي عبد الرحمن مع اشخاص مختلفين هن تجربتهم، يعني مش بس هو مثلا عم ينظر فينا ويعطينا، لا، في ناس عم يقولوا لنا هن كيف تحسن، وفي حدا صار له فتره وحدا صار له بس 5 شهور. فحبيت، يعني اتس ا نايس فيديو. يارا، وصلتني المساج، لانه الرياضه مثل ما كل الناس بتعرف قد هي مفيده يعني للانسان صحيا نفسيا. بس الفيديو انه منيح، مهضوم منيح. يعني انا شايف اتس ا لايت فيديو، دمه خفيف، بس عجبني تكنيك جديد انت استخدمته اللي هو الفويس اوفر بتاع الجس بتوعك، ومش شرط هم بيتكلموا، يعني تالت جس هو بيضحك حصل فويس اوفر بتاعه وهو بيتكلم. فعجبني التكنيك ده انه اتس ريل، يعني اكتر حاجه، يعني انا على طول بحب انه لما حاجه قدامك تكون واقعيه، ده بيقربني الفيديو اكتر. فايتس لايت، اتس جود، اتس ا فيل جود فيديو، وحلو. خلينا نشوف قد ايه لجنه الحكم بحبوك. 53. ثانك يو. منيح. ثانك يو. ماشي الحال. خلينا نشوف الترتيب. انا قلت من بعد ما سمعت هالاراء رح ياخذ شي 70. شو وائل؟ والله ايه، كان رح ياخذ شي 70. انا قلت من بعد ما سمعت الاراء. لا، نحن لانه اليوم الحلقه التاسعه عن جد صار عندنا كثير توقعات. بنحاسب قوي في الدرجات النهارده. 53، الاسبوع التاسع. انا ماني زعلان بالعلامه، بالعكس مدحوا الفيديو وحبوا الفيديو، فهذا بالنسبه لي اهم شيء. وقالوا الفيديو اوبتيمستيك وطاقه الفيديو حلوه. اللي استغرب بالعلامه اكثر مني هي كارلا. لما شفت 53 انا 53. هي استغربت انه بعد كل هالمدح، فكرت انه ممكن يكون شيء بال 70. اكثر كومنت حبيته هو كومنت وائل على الاخراج، لانه اعطاني كومنت على اخراج شيء معين انا عملته بالفيديو ما توقعت انه اي حدا ينتبه عليه. وهلا مع نور الدين امين من العراق، بانتظار يعرفنا على أفلام سينمائية جيدة تناولت بموضوع الصحة النفسية. كل أسبوع الشعور يزيد قلق، كل أسبوع أنا أشوف أنه دقة الساعة لازم أطلع على الستيج وأشوف الجمهور والحكم أنه شو الفيديو مالتي، هل وصلت الفكرة ولا لا. صراحة جداً قلق. بالنسبة لتوقعاتي ما أعرف، أنا سويت اللي علي، قدمت الفكرة مالتي. الفيديو بالنسبة لي كان واضح وفكرة واضحة، فأتمنى يعجبهم. أتوقع يا أما بنهاية 50 أو بنص 60 صراحة. يارا، شفتي هالفيلم قبل؟ ما شفته ولا رح شوفه ولا رح أفكر إني شوفه ولا شيء. يا دلي أنا، يا دلي يا مامي يا مامي. بيوتر. إيه، أنا الأفلام اللي بتوتر. أنا الأفلام اللي هالقد فيها عنفة بحبها، مع إنه بتحكي عن موضوع كتير مهم والمعلومات اللي قالها جدا مفيدة. ما في شك قد إيه نور الدين عم يتطور، يمكن من خلال صفوف، هيدا شيء واضح جدا. بس هالفيلم ما يونس كلش. ده one of the best videos لغاية دلوقتي في المسابقة. أول حاجة السمارت لاينز بتاعتك، الجمل اللي أنت كاتبها مش بتستسكى لكن بتشرح بجد وبتحمس الواحد يخش الفيلم.
الباك جراوند اللي انت قاعد فيه ده لوهله تحس ان انت جوه الفيلم. احلى حاجه عجبني التحذير في الاخر انه هيلعب بعقلك، بس انصحك تتفرج عليه. انا الفيديو ده is one of the best. لا يونس، انا I would give you a full mark صراحه. برافو برافو برافو. شكرا وائل. ده عن جد صار في تحسن من اول فيديو كان هيك عم يحكي مونوتون وان فريم، هلا يعني صار عمل هو فيلم لحاله. وحبيت كل شيء، يعني مثل ما قال وائل ما فيني اضيف شيء، المعلومات، الابداع بطريقه الحكي. حسيناك انت كمان عن جد اثر فيك الفيديو واعطيت علامه بالاخير، يعني حسيت كنت مخلص للفئه تبعك ولتحدي اليوم، وكمان نصحتنا نحضر فيلم، فانا كثير حبيت. شكرا لك فايا. خلينا نشوف اذا علامتك على 75 يا نور الدين. 67 اعلى علامه لهلا. شكرا. اكيد بنشوف ترتيبك انت بالمرتبه الاولى. علامة 67 من 75. جدا الكومنتس كانت رائعة، يعني وائل قال لي هذا أحلى فيديو بالبرنامج لحد الآن، ويارا عجبها كلش الفيلم الريفيو، بس قالت ما راح أشوف الفيلم لأن ما أريد أشوف أفلام عنيفة، بس يعني كومنت مالته حلو كان. فاي عجبها الفيديو، يعني جدا فرح جدا سعيد. نور الدين من الاشخاص اللي كثير عم تتقدم وعم بتقدم فيديوهات احلى من قبل بكثير. لحد الان انا الاول، اكيد اتمنى انه ابقى الاول، بس اذا يجي فيديو يستحق اكثر انا راح اكون سعيد للمركز الاول. الكومنتس هي احلى شيء كان لحد اليوم. الحين انا طالع للمسرح وان شاء الله الفيديو حقي يفهمونه، لان انا الفيديوهات حقتي ما اتكلم فيها، وان شاء الله اني متفائل في الفيديو. متوقع والله ما اعرف كيف وش اللي باخذه اليوم، على حسب اذا فهموا الفيديو ممكن يعطوني علامه كويسه وارجع للمركز الاول، واذا ما فهموه ما اتوقع انه راح اكون في المركز الاول. لا ان شاء الله مو خايف اني اطلع، وان شاء الله انه يعجبهم الفيديو. مع راشد المتاعب من السعوديه وعن فئه الفن والتصميم، اكيد بهمنا نعرف اذا راح يحافظ على المرتبه الاولى بهالتحدي كمان. خلينا نسمع اراء لجنه الحكم بدايه مع فايا. راشد من المشتركين بالفئه تبعه ما فيه يحكي، بس دائما عن جد فنك بيحكي، يعني بتوصل الرساله. في ناس بتفكر انه اسهل ما هو حيرسم، بس عن جد اصعب ترسم شيء هالقد يعرفنا شو التحدي وشو بدك تقول. انا حبيت وخاصه بالاخير انه حتى بعد ما شفنا اللوحه اللي انا شفتها كثير حلوه، رجعنا شفناك بدون رسمه، حبيت كثير. يعني انت ونور الدين اليوم تخيل احسن اثنين فيديو شفناهم. في كذا شخصيات، حتى في شخصيات لابسه قناع منا شخصيتها الحقيقه، صحيح هذا الشيء؟ هو الموضوع يتكلم عن انفصام الشخصية. كذا شخصية. الموسيقى رهيبة، يعني الموسيقى كأنها هي كذا شخصية، وكأنه هي اللي عم تلعب الدور كله بهذا الفيديو. لايك 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 لايك. أنا فهمت إنه هو شخص عنده مشكلة نفسية، وده اللي هو شايفه، بس اللي يشوفه من بعيد شايف إنه وراه ما فيش حاجة. في الآخر الحيطة اللي فاضية دي، ده إزاي الناس بتشوفه وازاي هو شايف نفسه. هو جواه حاجات كتير قوي، بس الناس ممكن ما مش شايفه الكلام ده. مين اللي كان لابس ابيض في الاول؟ كلها انا، لان هي انفصام شخصيه، سويت تعدد شخصيات. كل الفيديو اللي مشارك فيه انا لحالي، يعني من احسن الفيديوز اللي موجوده النهارده. يا راجل بس لا يا راجل لا خوفنا. بس ما تقول لا صح. بس لما تيجي تعمل فكره ما تتفزلكش قوي. خلينا نشوف علاماتك. 61 راشد. نور الدين سابقك، خلينا نشوف ترتيبك. نور الدين جمع 67، بس انت بالمرتبة الثانية لهلا. شكرا لك. نور الدين لا يستاهل، لان المرة اللي فاتت انا ذبحته، المرة هذا هو ذبحني ويستاهل. بالعكس انا مبسوط انه نور الدين، لانه يستاهل، وصدق جالس يتعب على فيديوهاته. شكرا. وشد حيلك المره الثانيه، لاني ما راح. خلص المنافسه الشريفه انتهت. الحمد لله اخذت علامه 61، الى الان انا في المركز الثاني، مبسوط بالعلامه هذه. كل التعليقات عجبتني، وعجبني شيء ثاني انه وائل قال لي من الشخص الثاني اللي معك لابس تيشيرت ابيض، لانه المونتاج واضح انه حلو ومو مفرق، انه لانه انا كله اللي في الشخصيات، فهو سالني من الشخص الثاني. راشد من الأشخاص الفنانين الخلوقين المبدعين اللي دايماً، مع أنه ما كتير بيقدر يعبر، إذا بدك بالرسم شوي محدود، بس اللي عم بيشتغلوا رائع، خاصة بيشتغل على كل شيء، حتى مع اللي بيبهرني كمان الموسيقى كيف بيختارها.